سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من تلفزيون جيبوتي نحييكم، مرحبا بكم بحلقة جديدة لبرنامجكم مسابقة رمضان. هذا البرنامج الهادف لتعزيز وتدوير ثقافة شباب وشابات الناطقين باللغة العربية بمختلف مدارسهم ومعاهدهم، وأيضا بدراساتهم العليا وغيرها مما يتعلق بناطقي اللغة العربية. الإذاعة وتلفزيون جيبوتي دائما في مسعى لتعزيز هذه الثقافة بجميع جوانبها. الإعداد والتقديم من قبل شاكر علي جيلي، التنسيق والترتيب من قبل الزميل مهد عبد ربلة. اليوم سنشاهد جولة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني الكريم بين فريقين، فريق النجاح والمرابضون. نتعرف أولا الفريقين المتسابقين لهذه الجولة. إبراهيم مرحبا بك، وعلي مرحبا بك، زيد مرحبا بك في هذه الجولة. أما الفريق النجاح، عائشة، ريدة، أريج، مرحبا بكم جميعا. كما لا أنسى الجمهور الكريم، معا سننطلق بإذن الله تعالى، والأسئلة بالتساوي. السؤال الأول لفريق حادثة التي قتل فيها 70 من الصحابة أي قراء، هل هذه الحادثة هي معركة الأحد؟ هل هي معركة البدر؟ هل هي بئر المعون؟ اختيار أحد. إجابة غير صائبة، وننقل إلى المرابضون. بئر معون. نصف درجة لفريق المرابضون. الفرصة ما زالت لكم. صحابي الذي مات مسموما من شاة التي أكلها مع النبي، هل هو براء بن مالك؟ هل هو أنس بن مالك؟ هل هو بشر بن براء؟ بشر بن براء. إجابة صحيحة ودرجة كاملة. الفرصة لفريق الآخر. من سور القرآن ذكرت فيها البسملة مرتين، أي ذكر بسملة مرتين، هل هي النمل؟ هل هي توبة؟ هل هي حج؟ النمل. إجابة صحيحة. وصل إلى الجمهور. شعار للدولة العباسية، هل كان ذا راية حمراء؟ هل كان ذا راية خضراء؟ هل كان ذا راية سوداء؟ أنا اسمي حسين وصلي عبد الله، وتدرس في الرحمة مجمع الرحمة الترموي، أسكن في حي ليبلي. الإجابة ذا راية حمراء. راية حمراء إجابة غير صحيحة، وما زال للجمهور فرصة. اسمي زوني نور إبراهيم، أسكن في وحل دابة، أدرس في مدرسة اتحاد النساء، والإجابة هي سوداء. راية سوداء إجابة صحيحة، وهدية مقدمة من قبل متجر أوفر، فائزة من الجمهور، وهدية مقدمة من قبل متجر أوفر عبر الزميل مهد عبد ربلة، ونقول لها مبروك مبروك مبروك. عالم كيميائي مسلم اكتشف حامض
الكبريتي ولقب بأبو كيمياء، فمن هو؟ ابن سينا، جابر بن حيان، خوارزمي. جابر بن حيان. ابن حيان، جابر بن حيان ولا ابن حيان؟ ابن حيان. نصف درجة، ولا يمكن أن نقوم بنقل ما تبقى من الإجابة لهذه السؤال، وسنباشر التالي. قوم من القدماء العرب خلقوا بالسيحة، وكان نبيهم صالح، فمن هم؟ هل هم عاد؟ هل هم ثمود؟ هل هم طبع؟ ثمود. إجابة صحيحة ودرجتان كاملتان. من هو الصحابي الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه؟ سالم مولى أبي حذيفة، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق. سالم. سالم بن مولى أبو حنيفة. إجابة صحيحة وسليمة. عالم مسلم اكتشف الرياضيات، هل هو ابن سينا؟ هل هو جابر بن حيان؟ هل هو خوارزمي؟ ابن سينا. ابن سينا إجابة غير صحيحة، وفرصة لمرابدون. الخوارزمي. الخوارزمي إجابة صحيحة وتعتبر نصف درجة. صحابي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، هل هو سراقة بن مالك؟ هل هو سعيد بن زيد؟ هل هو سعد بن معاذ؟ سراقة بن مالك. إجابة صحيحة وموفقة. ما شاء الله. أول شهيدة في الإسلام، سمية أم عمار، فاطمة بنت محمد، عائشة بنت أبي بكر. سمية أم عمار. سمية أم عمار درجة كاملة وصحيحة. حيوان من الثدييات، لكن اشتهرت بالوحشية، آكلة اللحوم، ذكرت في القرآن الكريم، هل هي فقرة، السبع، الناقة؟ السبع. إجابة صحيحة وموفقة. فرصة الجمهور. هما نهر العراق دجلة والفرات، هل يسمى صاعي أم رافدان أم راعيان؟ اسمي محمد، أدرس مدرسة المعهد الإسلامي، أسكن برواق دي نهر الفداء. فداء. إجابة غير صحيحة وما زالت للجمهور. اسمي عزام ياسر، أدرس مدرسة هون أوف أفريكا المدرس سكول بالصف الثاني، والإجابة هي راعيان. راعيان إجابة غير صحيحة. اسمي خالد محمد بلالة، أدرس مجامعة رحمة النووي، الإجابة الرافدين. الإجابة صحيحة وجائزة مقدمة من قبل متجر أوفر. خالد هو الفائز من الجمهور لهذه الحلقة، ونقول له مبروك، وجائزة مقدمة من قبل متجر أوفر عبر زميل مهد عبد الرابلة. الآن تتجه الأنظار إلى زميل مهد عبدي لإعلان النتيجة النهائية لهذه المسابقة. شكرا جزيلا لزميلي شاكر علي، وتحية لحضورنا الكريم، وتحية لكل ما يتابعنا عبر قناة الأولى والرابعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيه فيسبوك ويوتيوب.
هذه مسابقة وكما بينا سابقا تقوم على طرح مجموعة من الأسئلة ثقافية، حيث يتكون كل فريق 3 أشخاص، وأيضا نعتمد على نظام تجميع النقاط وخروج مغلوب. لذلك والهدف العام لهذه المسابقة هي تثقيف المشاركين من خلال الإطلاع على العمليات وكذلك رفع قدرات الطلاب. في الاستديو وفي هذه الحلقة المباركة في النسخة 3 من مسابقة رمضانية، كان معنا في الاستديو فريق النجاح وفريق المرابضون. المرابضون انتقلوا إلى الجولة الثانية في هذه المسابقة. ونهني الفائز كما أيضا نهني المشارك في هذه الحلقة، وأنقل الميكروفون لزميلي شاكر علي. شكرا جزيلا. شكرا زميلي مهد عبدي، وشكر موصول بعد الله سبحانه وتعالى لمساهمة لإنجاح هذه المسابقة، بدءا من المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون جيبوتي، وصولا إلى راعي هذه المسابقة، ومرورا إلى المشاركين ومنظمي سواء كانوا من قريب أو بعيد. ونقول لهم شكرا شكرا. وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى يتجدنا اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.